السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم 20/10/2021، سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مصر نحو 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.